السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى البوشتي، رئيس نادي علم الطيور القنيطري. اليوم جينا ندير لكم واحد فيديو حول واحد الواقعة وقعت هذه تقريبا واحد 10 أيام. هذه الواقعة هي عبارة عن مصادرة ضبط واحد المجموعة ديال الطيور اللي كانت بحوزة ديال أحد المربين. حسب ما جاء في بعض الجرائد أنه 100 غابات حزات واحد 30 طائر، فيها جوج من صنف طائر الحسون و 28 طائر من أصناف ديال الببغاوز. هاد الطيور اللي هي محمية بموجب قانون 29.05. هاد الحديث دار واحد الضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في اليوتيوب، في الفيسبوك. والذي أثار انتباهي هنا هو أنه التعاليق واغلب الردود، اغلب التعاليق واغلب الردود كانت تمشي في واحد الاتجاه اللي كتبين بانه الناس تجهل قانون 1905 وما كتعرفش الضوابط ديالو. من طبيعه الحال حنا كنضامنوا مع هذا الاخ هذا تضامن عاطفي، لاننا كنعرفوا ارتباط ديال المربي بالطيور ديالو، وهذا ماشي امر سهل. يعني سهل كان تربي واحد الطويرات واحد المده زمنيه وخدام عليهم ويمشيو ليه بين عشيتهم، هذا عمل ماشي سهل، اما حتى شي واحد ما تبغيو عليه. ثم كذلك انه كاين واحد المخسور مادي ماشي سهل، واحد التماره، واحد المجهود من طبيعه الحال. ولكن ملي كاين الامور ملي ما كتكونش مطابقه للقانون، هنا يمكنش لينا اننا نقولوا شي حاجه مخالفه للقانون. اذا ولذلك فارتئينا اننا نديروا واحد القراءه بسيطه جدا ومبسطه لهذا القانون ديال 29.5. الهدف من هذه القراءه ومن هذا الفيديو هو اننا نحفزوكم انكم تمشيو تبحثوا على هذا القانون وتقراو فيه مزيان وتفهموه مزيان وتحاولوا يعني تنشروه بشكل كبير، لانه حنا كنشتغلوا في واحد المجال ديال التربيه ديال الطيور، خصنا طبعا نعرفوا كل الاشياء اللي كدور حول ديالنا. اذا القانون ديال 29.05 هو قانون صدر في الجريده الرسميه بظاهر شريف سنه 2011. هذا القانون لاش كيهدف؟ كيهدف الى مراقبه التجار في انواع النباتات والحيوانات المتوحشه التي معرضه للانقراض. اذا هذا هو الدور ديال هذا القانون. القانون علاش جا؟ جا بناء على الاتفاقيه اللي صادق عليها المغرب سنه 1975، اللي هي كتسمى اتفاقيه سيتيز، هي الاتفاقيه الدوليه لمراقبه التجار في الحيوانات والنباتات المتوحشه. اذا المغرب ثاني على واحد الاتفاقيه. اذا هذاك بموجب الامضاء على هذيك الاتفاقيه، اذا اصدر واحد القانون اللي سماه قانون ديال 29.05، اللي به كيطبق هاد الاشياء كلها اللي مرتبطه بهذا القانون. هذا القانون المرسوم ديال التطبيق ديالو جاء سنه 2015. اذا سنه 2015 بدا التنزيل والتطبيق ديال هذا القانون. مزيان. اذا هذا القانون واش كيمنع؟ لا، القانون ما جاش باش يمنع، العكس، يعني باش ما يكونش غلط عند الناس. يعني شوف دابا كيبقى يشوف تقول بغا يمنعونا، لا، القانون لم ياتي للمنع، القانون جاء للتنظيم. وحنا غادي نشوفوا بعض البنود ديالو كتبين لنا كيفاش انه جاء للتنظيم. كيف؟ اولا اش كيحدد لنا هذا القانون؟ كيحدد لنا القانون الفئات والاصناف ديال التي تصنف فيها الانواع. اذا كاين واحد الفئات اللي كتصنف لنا كل نوع حسب درجه الخطوره ديال اللي كتهدو. يعني كل صنف، كل نوع من انواع ديال الطيور او الحين حنا نحاول نهضروا على الطيور، لان هذا هو الامر اللي تيعني، لان الاتفاقيه فيها الطيور، فيها الثدييات، فيها الزواحف، فيها النباتات، كل ما هو حيوان وكل ما هو نبات داخل في هذه الاتفاقيه هذه. اذا اولا اش كيدير هذا القانون ديال سوشنز؟ اولا تحدد لنا الفئات اللي كتصنف فيها كل نوع. كاين الفئه واحد، والفئه جوج، والفئه ثلاثه، والفئه اربعه. بالنسبه للسيتاز فيها فئه واحد وجوج وثلاثه، بالنسبه للمغرب زاد حتى الفئه اربعه. لا نهضروا على الفئه شنو. مزيان. اولا تحدد لك شروط الاستيراد وعبورها وتصديرها. كيحدد لك شروط تربيه عينات من انواع النباتات والحيوانات المتوحشه المهدده بالانقراض وحيازتها ونقلها، الاجراءات المطبقه لاخذ عينات من وسط طبيعي وتولدها وتكاثرها. اذا هذا كيبين لنا يعني مباشره من بعد ما كتقرا البند الاول اللي فيه المقتضيات العامه، كيحدد لك هذا القانون، تيحدد لك لجه
اذا هو راه تيبان من خلال هاد الشيء كيبين لك بانه راه ماشي تيقول لك ممنوع، ما هضرش ممنوع، لا كاين شروط الا بغيتي تاخذ هاد الانواع ديال الطيور اللي معرضه للانقراض او اللي داخله في هاد اللوائح هادو او في هاد الفئات. اذا الاتفاقيه ديال سيتاز، نرجعوا لها واحد شويه، ان الاتفاقيه ديال سيتاز اللي كانت سنه 1975 في نيويورك، شكون اللي خلاها، شكون اللي وجد لها القرار؟ اللي وجد القرار هذا هو تعدد القرار انطلاقا من الاتحاد العالمي لصون الطبيعه. اذا هذا هو اللي وجد واحد القرار اللي حطوا في 1963، وهو اللي نبه لهذه المساله ديال الظاهره ديال التجار الغير قانوني واللي ما منظمش، اللي يقدر يسبب في عمليه ديال الانقراض ديال واحد النوع من الكائنات. حنا كنعرفوا كاملين هذه مساله عاديه، الا خلينا الباب مفتوح الناس دير ما بغات تاخذ من الطبيعه كما بغات، فراه اكيد واحد العدد ديال الحيوانات وديال النباتات اللي ما بقاتش الطبيعه بسبب نعم الاستنزاف والتجار فيها. هناك لاحظوا طائر الحصون وما تعرض له بالنسبه لنا احنا في المغرب وفي بعض البلدان اللي ما بقاش عندهم بسبب هذا الممارسات الغير منظمة. إذا غادي ناخذ بعض المواد من هذا القانون اللي كتعنينا بزاف، ممكن أي واحد يمشي للقانون يقرا فيه مزيان ويفسر فيه مزيان ويعرف فيه بزاف ديال الحوايج. ناخذ المادة أربعة. المادة أربعة أش كتقول لنا؟ تصنف الإدارة المختصة للنباتات بحال المتوحش المدير بالانقراض إلى فئات حسب درجة الخطورة. إذا كاين فئة واحد تواجه خطر الانقراض، إذا كنسمو أنكس أن، ولا اللي في فئة واحدة هذه مهددة بالانقراض. إذا هذه الاجراءات باش تاخذ واحد العينه منها وتحجزها وتربيها عندها واحد الشروط خاصه بها، لان هذه مهدده بالانقراض. وما حدو الاصناف، لان ماشي كل شيء مهدد بالانقراض، ولكن كل وحده حطوا لها واحد صنفوها حسب الخطوره، درجه الخطوره ديال التهديد. النوع الثاني هي انواع ليست مهدده بالانقراض، ولكن ربما تصير كذلك ما لم تخضع التجاره فيها الى المراقبه. يعني الا خليناها هي راه مازال ما كاينه، ما انقرضاش، راه مازال كاينه، ولكن الا بقات تتمارس عليها بالطريقه ديال التجاره، بقات تتمارس عليها واحد النهار ما غاديش نلقاوها. اذا هي كذلك تدخل في هذه الاتفاقيه او في هذا القانون ديال 2005، وكتدخل في الاتفاقيه ديال سيتاز. ثم هناك الفئه الثالثه وهي انواع محميه على المستوى الوطني. يعني نقدروا نلقاو مثلا واحد الانواع ديال الطيور محميين مثلا في واحد البلد، ولكن في واحد البلد اخر ما كاينش مشكل، موجود داك الشيء راه كاين البلد عندهم قليله. اذا بلد تيحميها وبلد اخر ما عندوش مشكل فيها، مازال مصنفهاش هو من الطيور المحميه. ولكن بما اننا في الاتفاقيه ديال سيتاز داخل في الاتفاقيه، فتا هذيك المحميه وطنيا هي معنيه بدوك الناس اللي انك ساني على الاتفاقيه، فهاد الاصناف ثلاث. ولذلك فهو كل سنه كدار واحد الكونغري ديال سيتاز، اللي كل دوله كتجي تدافع على واحد النوع من الانواع ديال النباتات او الحيوانات اللي هي محميه، باش تقدر تدخل حتى هي سيتاز، واللي الدوله كلها يولي العالم كله تحمى من التجار الدولي. لان يقدر يكون ما كاينش مشكل في واحد البلد، ما عندوش مشكل، ولكن واحد البلد عنده مشكل، وبالتالي يكون مثلا نمشي نجيب هذاك الطائر ونربيه مثلا عندي انا في بلدي، البلدي تقول ماشي مشكل، واخا مربيه عندي انا حيت عندي موجود، فهذا يقدر يتسبب في هذيك الدوله الاخرى انه ما يبقاش عندنا. ولذلك فهذا. ثم الفئه الرابعه اللي حطتها الدوله او المياه والغابات، انه كاين واحد الصنف اللي هو محلي، تنقولوا حنايا هذا نوع معرض للانقراض ولكن محليا، ماشي ما عندوش علاقه بسيتاز، يعني ما داخلش في سيتاز بحال الحسون مثلا، ما كنهضروش عليه في سيتاز. الحسون نهضروا عليه في القانون ديال 2905. لذلك حنا غادي نلقاو سيتاز غنلقاو فيها واحد انواع ديال الطيور، واذا مشينا للقانون 2905 غنلقاو لائحه فيها طيور اخرى اضافه اللي كاينين في الاتفاقيه، في ذاك الجيد او ذاك الدليل ديال الطيور اللي مصنفه حسب القانون ديال سيتاز. اذا هادو هما الاصناف، اذا قلنا كاين اربعه ديال الاصناف. اذا الباب الثاني من هذا القانون انا كنحاول نقرا لكم هي بعض البيبان اللي هما مهمين بالنسبه لنا. شنو هو؟ هو مراقبه التجار الدولي في انواع النبات والحيوانات المتوحشه المهدده بالانقراض. النوع الاول استيراد انواع، او الفرع الاول غتلقاوه في القانون، كاين واحد الفرع كيهضر على استيراد انواع النباتات والحيوانات المتوحشه المهدده بالانقراض. اذا راه دائما كاين يعني راه ماشي المنع، هو عاطيك لو بغيتي تستعرض. الفرع الثالث شنو فيه؟ هذا الفرع الثالث باش نبين لكم، تعطيكم اشارات من القانون كيبينوا بانه راه ماشي ممنوع، حيت باش ما يكونش المغالطه، حيت الناس بزاف غالطه كيسحبوا، لا ما كانوش يحيدوا حتى ما يحيدوش هذه وما يديروش، كانوا يديروا هذا السيد وواحد الاخ داروا ليه ولا، وراه ضيعوه وما كانوش يتعاملوا مع هذه المعامله. يعني
واحد الجانب ديال انه بحال راه هذا الشيء اللي تمارس كان غير قانوني او كان فيه اجحاف، لا راه طبق القانون بشكل عادي، وهذا تبين بانه راه حاجه ما يمكنكونش عارفينها تخلي واحد المشكل كبير يوقع في هذا المجال هذا. اذا قلت كاين الفرع الثالث اللي هو الرخص والشهادات المرافقه للعينات اثناء استيرادها وتصديرها، ودائما تقول لك الرخص. الفرع الرابع الباب الثالث فيه الفرع الاول حيازه العينات، كيهضر لنا على حيازه العينات الحيه من انواع الحيوانات والنباتات المهدده بالانقراض لاغراض شخصيه، والفرع الثاني تيهضر لنا على احكام تتعلق باخذ عينات من الوسط الطبيعي بغرض التجاره او التوالد او التكاثر. اذا دائما تهضر هنا ان هناك تراخيص، يعني راه كاين مساله ديال الترخيص الا بغيتي تاخذ شي عينه او تربيها او تكاثر هناك. اذا هذا انا بغيت ندير اشاره بانه راه كاين التراخيص، ولا مشينا للقانون ديال 2905 راه غنلقاو كاع هذيك الشروط الوثائق اللي كيطلبوا لك باش ممكن انك تاخذ شي عينه من الطبيعه او تجيبها من الموطن ديالها او تجيبها من عند شي الفور كاينه برا، وهكذا على حسب التصنيف ديالها، واش الفئه واحد ولا الفئه جوج ولا الفئه ثلاثه ولا الفئه اربعه. الباب السادس اللي خصنا نعرفوه ثاني كذلك مهم بالنسبه لنا حنا هو المخالفات والعقوبات. مزيان، اذا شكون هما اللي كياخذوا المخالفات او العقوبات؟ على من كتجي هذه المخالفه؟ باش نعرفوا راه ماشي كيجي هذا الشيء هكاك، غير شي واحد ما حملوش ولا بغاو يحيدوا ليه داك الشيء ديالو، كيف ما بغى يكون النوع ديال هذا النوع ديال الحجز سواء طيور او حيوانات او نباتات. اذا شنو تيقول لك؟ شوف كاين 8 ديال الحالات. اولا المخالفات كتطبق على الاستيراد بدون رخص، شي واحد بحال داك التهريب تشد في الديوانه مدخل طويرات وشي حاجه في الديوانه تشد ما عندكش الورقه باش جايبهم، اذا غادي صادروهم. الحيازه دون رخص او هما دخلوا كدا وشي واحد مهم مربيهم حاطهم عنده في الدار ولكن ما عندوش الرخصه ديالهم، سواء الطيور اللي هي في الانكس ا ولا في الدو ولا في الطروه ولا في الكار، انت ما عندكش الترخيص ديالهم، اذا هنا كتعرض راسك للعقوبات. هذه انت راك تسمى مخالف. ادخال عينه من شانها انها تشكل تهديد ايكولوجي، عندك انت شي عينه من بعد ما قالوا لك مثلا مشيتي لعندهم ولا شي حاجه، حيت هما ملي من بعد ما كتعمر التراخيص ديالك وداك الشيء ملي كطلب الرخصه ديالك كيشوفوا الراي العلمي ديال هذا النوع ديال الطائر الى جا المغرب واش ممكن يسبب شي مشكل في الطبيعه، لان انت خصك تحمي طبيعتك. دابا هذا راه هذا القانون راه تيحميك انت وتحمي الطبيعه ديالك اللي جزء منك انت. اذا هاد المساله هذه تيقول لك بانك انت جبتي واحد العينه، هاد العينه اللي جبتيها مثلا عندك تقدر الى خرجت لنا الطبيعه تسبب لنا شي مشكل في الطبيعه، يعني ربما تاكل لنا شي حيوان حنا محتاجينه في الطبيعه او تاكل لنا شي نبته وغير ذلك. اخذ عينه من الطبيعه بدون رخصه، يعني درتي الامساك ما عندكش رخصه باش دير الامساك. استعمال وسيله من شانها ان تؤدي درتي شي وسيله ادت للموت او الاتلاف ديال هذاك او ديال هذاك النوع والضرر بالتوالد ديالها، كما تتعرفوا مثلا الطريقه ديال اللي كيصيدوا بها شي وحدين او درتي شي حاجه تسبت في القتل ديال هذاك النوع واخا في الطبيعه ديالو ولا تسببتي ليه في الموت ديالو، انت عارف بان ما خصكش دير العمليه لانه غادي يعني غتسبب الاتلاف ديال هذاك النوع ديال الحيوانات. الشيء الثاني ادخال عينه واعاده توطينها في الوسط الطبيعي، دخلت العينه بغيت ترجعها في الوسط الطبيعي دون ما عندكش رخصه، عايش ديتيها راسك وبغيتي ترجعها، بغيت ترجعها حيت واخا تكون عندك بالشاده وبغيتي ترجعها للطبيعه خاصك عاوتاني رخصه وتمشي دير مع المياه باش يعطوك الرخصه باش تعاود ترجعها للطبيعه. مثلا الا عطيتي شديتي شي حيوان بحال اللي تيوقع مثلا، والدائره تعاودوا عليها بانه تتوقع مثلا شي واحد ربى شي حيوان قرد ولا شي حاجه كبر عنده في الدار ولا تيبرسطو شي حاجه برسطو هزو شي نهار داروا في الطوموبيل مشى للغابه لاحو، ما لاحوش في الوسط ديالو الاصلي ولا دا، خصك ترجع للمياه والغابات ودير معاهم الاجراءات باش يشوفوا الوسط المناسب لهذاك الكائن اللي خصو يتحمل. ثم نقل عينه دون اخذ احتياطات، انت لا كنتي منقلها خص تكون واخد الاحتياطات ديالك بالطريقه ديال انك تنقلها، يعني خصك تكون واخد المسائل الاحتياط ديالك كامله، لان كاينين واحد بحال كنقولوا حنايا واحد دفتر ديال التحملات فيه مثلا حتى الترونسبور كيفاش خصو يكون الحجم ديالو، ماشي بنادم غادي مثلا بلاطو عامر بالطيور مدكوكين، واخا انت عندك رخصه ولكن انت ماشي هادي عطيتك مثلا عندك رخصه ديال واحد 20 بياسه مثلا وهزها في واحد الصندوقه ولا قفيز اللي ما يستوعبش حتى 4 ولا 5 ديال، فهمتي هذا كتعرض راسك تسمى مخالف كتعرض راسك للعقوبات. شنو هما هاد العقوبات؟
حاولوا تنحاولوا الاخوان نختصر باش من... لاننا بغينا نديروا داكشي بالتفصيل راه خصنا بزاف ديال الحلقه. شنو هو هاد العقوبات؟ كاينه العقوبه الاولى من 30 الف درهم حتى ل 100 الف درهم، هذه الا عندك شي حجزوا عندك شي حاجه من الفئه واحد. الا حجزوا عندك شي حاجه من الفئه جوج، عندك من 20 الف حتى ل 50 الف، هذه الفئه جوج. وإلا عندك شي حاجة من الفئة ثلاثة أو الفئة أربعة، فعندك مخالف غرامة من 5000 حتى ل 20000. باش تفهموا هاد الانترفال شنو الأصل ديالو. بحال دابا مثلا من 30000 حتى ل 100000، تيقول لك مثلا أنت عندك واحد الحاجة من صنف ألف، يعني محطوطة في أنيكس أ، هذه اللي في أنيكس أ أصلا مهددة بالانقراض، يعني من الطبيعة ما بقاش عندك حق تمشي تجيبها من الطبيعة، صافي غتمشي تجيبها من شي واحد قال لها الفاش ديالها، عنده سونتر ديال الفاش، عنده سيرتيفيكا ديال الفاش قدام، عنده القوانين ديالو، متبع المسائل ديالو، كتمشي تاخذها من عنده، ما يمكنش تجيبها من الطبيعه. اذا الا شدوها عندك وانت ما عندكش ترخيص بانها تكون عندك اصلا، اذا غادي تقدر تحكم عليك بادنى العقوبه اللي هي 30000 درهم. وهذا حد المساله. ولكن مثلا تقدر توصل لك حتى ل 100000 درهم اذا لقاوك هاد الطائر واخذوه من الطبيعه. اذا هو اصلا ما بقاش في الطبيعه، تمشي تجي من الطبيعه لقاو اصلا سوفاج، هنا تيولي عندك مشكل كبير. تطلع اذا الغرامه تطلع حسب الدرجه ديال اولا فين محطوط هذاك الطائر، اين صنف مصنف، واش في الف ولا باء ولا جيم، يعني واش واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، وكذلك واش سوفاج ولا اصل ديال التربيه. اذا هادو هما المسائل. اذا غادي نعطي واحد الاشاره بسيطه ثاني كذلك في المرسوم ديال القانون بالتطبيق ديالو اللي كان سنه 2015، هذا واحد المرسوم قانون كيعنى بتطبيق قانون ديال 2005 اللي كان سنه 2015 اللي بدا التفعيل ديالو. في الماده 19 كتعطيك المستندات والوثائق. اولا خصك في الوثائق توصف الوصف التقني لكل عينه من الطبيعه وتوالدها واكثرها، الوصف ديال التقنيات لاخذ العينه، يعني كتوصف التقنيات باش غادي تشدها باش غادي تحصل عليها، خص يكون عندك عاوتاني وسيله ما تكونش ممنوعه. ثانيا الوثائق التي تثبت اصل العينه، منين شتيها، يعني منين بغيتي تاخذ تحيزها تخليها عندك خصك تكون عندك اصل ديال العينه. العينه المحصل عليها خصها تكون محصل عليها بشكل قانوني. خصك توصف المنشاه والظروف اللي غتعيش فيها وغتحيز فيها هذيك الطائر، وهذا الشيء خصك تفهموه. يقدر يجي عندك مثلا، يبقى عندك مثلا عندك واحد النوع ديال كريكابوني مثلا بوريقات ديالو، ولكن ديرو في الصغيور ماشي، يقول لك لا هذا ما خصوش يتربى هنا، حنا عطيناك في الاول قلتي لنا غدير كريكابوني، قلنا لك ها المساحه اللي خصك تخليها فيها. اذا هذه مسائل كلها راه خص الانسان ينتبه لها، وخا تبان جزئيات بسيطه ولكن راه كدير الاختلاف وكدير الفارق. ثم اماكن الايواء خصها تستجيب للحاجيات ديال هذاك الكائن. ثم المعالجه خص ضروري يكون النيتواياج وداك الشيء والتهلو باش ما يكونش المشكل ديال نقل الامراض. وفي حاله طلب التوالد والتكاثر تيطلبوا منك تكون عندك الكفاءه ديال هذه العمليه. دابا انت مثلا قلت لهم انا بغيت نربي، وين انت ما تعرفش تربي الطيور، غتجيبهم ما تعرفش شنو توكلهم، ما تعرفش، خص يعرفوا بان عندك الكفاءه. اذا هذه راه مسائل تقنيه راه غادي تسول عليها الا مشيتي طلبتي الترخيصات. ثم خص دير واحد التامين على ذوك المسائل، وتوفر الايواء كذلك تيطلبوا منك البلاصه اللي غادي دير المساله، اللي غادي انت مثلا التكاثر والتوالد، خصك تخلي واحد البارتيه خاصه بالمصالح ديال المياه والغابات في حاله ما الا حجزوا بحال الفوريان، كتخلي لهم واحد البارتيه باش كتساعدهم العمليه ديال الحجز، بحال كدير واحد النوع ديال بحال واحد النوع ديال الشراكه مع المياه والغابات، هما تيعطيوك التراخيص تيساعدوا معاك باش تاخذ واحد التراخيص باش دير واحد البلاصه اللي غادي دير فيها الانتاج ديالك او غتربي فيها ذوك الانواع ديال الحيوانات. ولكن شريطه تطلبوا منك اما تدير العرض ولا التوالد، ولا شوف انت على حسب، ديرها حديقه العرض ولا غديرها للتوالد، غدير واحد السونتر غتبقى دير فيه الفاش. اذا خصك تخلي لهم واحد البارتيه باش هما ملي يديروا العمليه ديال الحجز يبقاو يخليو يلقاو فين واحد المكان اللي يحطوا فيه هذيك المسائل اللي غادي تحجز. اذا تطالبوا منك كذلك واحد السجل راه مخرج على المياه والغابات، واحد السجل اللي كدون فيه الاسم العلمي ديال ذاك الكائن، العناصر ديال التعريف ديال الوصف ديالو، تاريخ الدخول، الاصل ديالو، تاريخ، هذاك السجل خصو دائما يكون عندك معبه، حتى هو راه كيطالبوك الا ما لقاوش عندك وما لقاتش معبه، حتى هو تيعرضك للتطبيق المعاقب التعاقب. اذا بالنسبه للبحث والمعاينه، اسمحوا لي راه غير تندكم اشاره شو تبحثوا. البحث المعاينه مخوله ضباط الشرطه القضائيه، اعوان الجمارك، وكذلك الاعوان والمهندسين ديال المياه والغابات، هما اللي معنيين بالعمليه ديال الحجز وديال استصدار، يعني صادروا هذا النوع ديال الكائنات. اذا كاين واحد الشطر اللي هو كذلك بغيتكم تعرفوه، اللي هو مقتضيات تتعلق بالصلح.
تيقول لك سيدي يمكن عقد الصلح بين مرتكب المخالفه والاداره المعنيه اللي هي المياه والغابات المكلفه بالمياه والغابات. اذا هو تيدير واحد الطلب تيقول لهم بغيت ندير معكم الصلح. اذا من بعد ما كيحجزوا ليه باش تفهموا لا بروسيدير كي دايره. الناس اللي كدير التعاليق وكتشجع خصكم تعرفوا شنو اللي كاين. جزاكم بخير. امور ماشي ساهله. هادشي راه الله يجزيكم بخير. اللي ما كنعرفوش ما كنفهموش في القانون ما نبقاوش كما قال هذاك نسنطحوا فيه. كاينه واحد القضيه ديال الصلح، ركزوا معايا مزيان الناس في هذه النقطه هذه. كتمشي داك اللي دار المخالفه جا وحجزوا ليه دوك الطيور مثلا، ناخذوا نموذج ديال الطيور وداوهم. اذا كتمشي انت عند مياه الغابات في غضون واحد 10 ايام، تيتسناوك 10 الايام خصك تمشي دير معاهم الصلح. شنو هو الصلح؟ كتقول لهم انا بغيت ندير معاكم الصلح. الصلح شنو تيديروا معاك؟ تيطبقوا عليك ادنى عقوبه، يعني ماشي كيحيدوا لك العقوبه ولا كينقصوا لك منها، لا، بحال دابا عندنا من 20000 ل 100000 يقدروا يديروا لك العقوبه الاولى. يعني تيديروا معاك هذا الصلح هذا. تعطوك 30 يوم من بعد ما كيبلغوك بانه راه وافقوا لك على المساله ديال الصلح. ما جيتيش خلصتي كيدفعوا الملف ديالك لاش؟ للنيابه العامه المحكمه المتخصصه. ديك الساعه كيطبق عليك اقصى العقوبه في الغالب. اذا راه قضيه راه ماشي سهله. راه كاينين الناس اللي وصلتهم وقال شي 300 400 مليون. تعرف واحد السيد راه وصلته 300 مليون 400 مليون الان راه ما عندوش قدره انه تعرف ما عندكش باش تخلص، راه كدوز للاكراه البدني. نطلب الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا كاملين الخير. الاخوان هذا الفيديو رغم انني طولت فيه حيت ما لقيتش كيفاش ندير باش نديرو صغير بزاف، لانني يعني غنولي نزرب وما غاديش تاخذوا بزاف ديال المعلومات. فهذا الفيديو هو فقط للتحفيز باش تمشيو تقراو القانون 29.05. الله يجازيكم بخير. قراو وقراو مزيان وفهموه وانتبهوا جيدا لهذا القانون والحيثيات ديالو. ومره اخرى القانون راه ما تيمنعش الاخوان، راه تيعطي التراخيص، كينظم ينظم ولا يمنع. وراه المياه والغابات تطبق القانون، هي راه ماشي صوبه قانون باش تخرج تبقى تاخذ عباد الله المسألة، لا، هي تطبق القانون. وهذا القانون هذا راه في صالحنا كاملين، لان انت براسك خصك تحمي الطبيعه ديالك وتحمي البيئه ديالك، وحنا كمربين ديال الطيور خصنا نكونوا اول وحدين تندافعوا على هذا القانون باش يطبق وباش نكونوا حنا منظمين ومقنين باش ما تقولش العشوائيه بحال اللي كنشوفوا دابا. راه هذا الشيء راه يقدر يتسبب في مشاكل اخرى في المستقبل. إخوان تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.